بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا ومشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. لازلنا نتواصل مع حضراتكم مع تواصل انطلاقات اشواطنا المتتاليه في هذا المساء، 20 شوطا، وهذا هو شوطنا 14. بينما 20 شوطا باذن الله تعالى ستكون حاضرة في هذه الأمسية التراثية الجميلة. نبدأ ونتعرف مع شوطنا 14 المخصص للحقائق القعدان. البداية مع الباز لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. مع الباز ومن خلال تقدم الباز يلي المركز الثاني يصل معذور لفهد بن سالم بن مسعود المري، وعلى المركز الثالث التواجد من مكلف لسالم بن محمد بن حنزاب المري. نتابع المركز الرابع، التواجد على رابع المراكز في هذه اللحظات من مياس محمد بن مبارك بن مسلم العامري، وخامسا من يحتل المركز الخامس الحنيش حمد بن سالم بن لفجح المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة. معذور مع المركز الأول لفهد بن سالم بن مسعود المري مع معذور ومع انطلاقة معذور. يا السلام، ولكن هنا مشاهدينا الكرام التنافس القوي من مكلف لسالم بن محمد بن سالم بن حنزاب المري، ولكن كذلك أيضا يصل شعار حمد بن سالم بن لفجح المري مع العنيش الحنيش من يفاجئ وينتقل بدوره إلى المركز الثاني. نتابع المركز الثالث. ثالثا يصل ويتسلل هنا الليزر لسعيد بن صغير بن علي العامري، وعلى المركز الخامس من الجانب الأيمن مستر دام من يحتل المركز الخامس، مستر دام لبطشان بن صالح اليامي. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى. في ندائنا الثاني نعود إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط. القيادة هناك من الجانب الأيمن مع مكلف سالم بن محمد بن سالم بن حنزاب المري مع القيادة مع الريادة، ولكن هنا جنبا إلى جنب مع مكلف هنا مشاهدينا الأفاضل يصل ويتسلل هنا شعار بن مسعود مع معذور تعود ملكيته لفهد بن سالم بن مسعود المري، وعلى المركز الثالث يتراجع هنا الحنيش محمد بن سالم بن لفجح المري، وعلى المركز الرابع من الجانب الأيمن يصل مستر دام تعود ملكيته لبطشان بن صالح اليامي. نتابع المركز الخامس من الجانب الأيمن يتواصل هنا عباب تعود ملكيته لمنصور بن صالح الحميري مع العباب على المركز الخامس. هذه النتيجة أيها الإخوة يا متابعين الكرام في كل مكان، نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود إلى القيادة، شعار هنا القيادة مشاهدينا ومتابعين الكرام، مياس لمحمد بن مبارك بن مسلم العامري مع مياس، ومن خلال تقدم مياس هذا هو مياس لمحمد بن مبارك بن مسلم العامري. الله، ولكن التغيير هنا مشاهدين الكرام من الحنيش حمد بن سالم بن لفجح المري، غير الصدارة غير الأمور. مستر دام يصل من الجانب الأيمن، أمستردام لبطشان بن صالح اليامي، أمستردام غير إلى المركز الثاني، ولكن هنا تغيير على المركز الثالث في هذه اللحظات، تغيير قوي للقاية سراف، اشطيط بن سالم بن راشد، الكتبي هو من غير واحتل المركز الثاني، غير واحتل المركز الأول، يصل شعار بن منانة مع المفتي، سالم بن سعيد بن منانة الكتبي، غير يا سلام. الله، الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير يا جماعة، هنا دخول قوي للقاية، يصل هنا شكلان علي بن محسن بن صالح المري من يتواجد على المركز الثاني. يا سلام، الله الله الله. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الريادة مشاهدينا الأفاضل، يصل هنا لبيب لحمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي من يتواصل على المركز الأول، غير واحتل الصدارة. الله،
يوصلون الدرعي الدرعي مع لبيب لبيب حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي مع الصدارة ومع القيادة 500 متر 500 متر تفصلنا عن السيارة وعن ناموسي هذا الشوط. الله يا سلام يا سلام هنا القيادة لا زالت مع لبيب 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 برغم المحاولة هنا من الإخوان المشاركين ومن الإخوان كذلك أيضا القادمين لبيب 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 أيها الإخوة هنا يحتل الصدارة والمقدمة مع المركز الأول هذا هو لبيب أيها الإخوة 200 متر أخيرة تفصلنا عن خط النهاية وتفصل لبيب عن سيارة هذا الشوط. الله سلام الدرعي سلام حمد بن سالم بن ثعلوب حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي على فوز لبيب وتحقيقه وجدارته بهذا الشوط المركز الثاني. أمستردام يصل على المركز الثاني بطشان بن صالح اليامي المركز الثالث يصل على المركز الثالث متابعينا الكرام سراب لشطيط بن سالم بن راشد اكتبي المركز الرابع الوصول من المفتي لسالم بن سعيد بن منان اكتبي المركز الخامس يصل بحر لعوض بن محمد بن سعيد العفاري. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني متابعينا ومشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول لبيب إلى خط النهاية 6 دقائق 3 ثواني 90 جزءاً من الثانية تهانينا لحمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي على فوز لبيب وتحقيقه بناموسي هذا الشوط بهذا المهرجان مهرجان المؤسس رحمه الله وطيب الله تراه. أما على المركز الثاني أمستردام من يصل ويحتل المركز الثاني من أفضل المدن السياحية في العالم نعم في هولندا وهذا هو أمستردام بطشان بن صالح اليامي 6 دقائق 6 ثواني 80 جزءاً من الثانية تهانينا لبو حمد على هذا الناموس بطشان بن صالح اليامي المركز الثالث يصل على المركز الثالث سراب يقطع المسافة في 6 دقائق 7 ثواني 24 جزءاً من الثانية تهانينا لشطيط بن سالم بن راشد الكتبي على هذا النموذج.